اليوم هو يوم الغذاء العالمي، يعني إنكم تزرعوا وإنكم تاكلوا من الشيء اللي عم تزرعوا هو أكبر إثبات أنه أنتم كرامتكم محفوظة، أنه أنتم مالكم بحاجة حدا، أنه أنتم إذا جعتوا بتقدروا تزرعوا بندورة وخيار والسلطة كلها تتعملوها والبيتنجان وتشتروا شغلات يمكن من برا، إلا إذا الأمور يعني واتتكم أكثر وربيتوا ماشيتكم وجاجاتكم وشغلاتكم. فأنا جدا بحترم هدول الناس، وسمعت أنه اليوم في معرض لمنظمة الفاو كان، وسمعت أنه في مزارعين سوريين شاركوا بهذا المعرض ونشروا شو هن عملوا وشو ساووا بهي السنة، ولكن سمعت عن سيدتين انه تميزوا اليوم بالمعرض، فحبيت جيب هدول السيدات لحتى نتعرف عليهم اكتر بفيفا لافيدا، نتعرف على حياتهم وكيف وصلوا للزراعة. بدي رحب معي بالاستوديو بهبة الراضي وريما الصالح. اهلا وسهلا فيكم صبايا. اهلا وسهلا بحضرتك، يعطيكم الف عافية. اليوم خلصتوا المعرض ومستمر المعرض ولا لا؟ لا خلصتوا وجينا. خلصتوا واجيتوا. طيب هبة قربي شوي على الميكروفون وعرفيني عن حالك أكثر، احكي لي مين أنت. أنا هبة الراضي، مقيمة بريف دمشق الوطن الشرقية حرس الأنترة، متزوجة وأم لست أولاد، مزارعة، ومشروعي هو أنه استفيد من الزرع اللي أنا عم بعمله، وأنا اللي المنتوج اللي عم يطلع عندي القسم بيكون للسوق، لسوق الخضار، والقسم الثاني للتصنيع الغذائي تبعي. يعطيكي ألف عافية. وشلون ماشية الخطة؟ ظابطة الحمد لله. الحمد لله. كتير فخورة فيكي. ريما عرفيني عنك أكثر. ريما الصالح من بلدة زبدين، عندي أربع بنات. هلأ أنا عندي مشروع مسميته من بيت ستي، هو عبارة عن تصنيع مواد غذائية من منتجات زراعية، يعني من المربيات، المخللات، المجففات. اليوم الحمد لله شاركت بالمعرض والنتيجة الحمد لله كانت، يعني توفقنا الحمد لله من فضل الله. يعطيكم ألف عافية. طيب هبة بالمعرض أنت شو كنتي عارضة اليوم؟ شغلات كل شيء ما حددت، هو قالوا لي يعني ركز على المجففات والمخللات، بس أنا كل شيء بصنعه وبزرعه حبيت أعرضه، حبيت فرجي أنه في استمرارية، يعني أنا فيني أتكيف مع كل الفصول ومع كل المنتوجات اللي أنا بزرعها، فيني أنتج منها وطالع منها إنتاجي كل موسم، يعني كل موسم منه. موسمه يعني القمح أنا بستفاد منه، بالبرغل بعمل منه برغل خشن، برغل ناعم بعمل الفريكة، الخبز باخذ طحين منه، باخذ منه كمان للنشا، بعمل نشا على إيدي، نشا القمح. رد عندك المواسم، البندورة بعمل منها المخللات، بعمل منها المربيات، بعمل منها العصائر، دبس البندورة، ضغط البندورة، الفلافلة مخلل، وبعمل منها دبس الفلافلة، مكدوس، ورق العنب. طيب يعني عندك صار انه شركة باسمك معينة انت بتقدري تنزلي تبيعي بالسوبر ماركتات او تبيعي بكذا، ولا بس بالمعارض؟ بالمعارض وطلبات، بعتمد على التواصي، على الطلبات، على مستوى منطقتي، يعني الداتا الخاصة تبعي. لأن لسه هو يعني مشروعي صغير وعلى قدي إمكانياتي بسيطة، لأنه مشان هيك يعني بعتمد على التواصي أكتر، بحب التواصي مشان ما أعمل يعني شيء وما أكون قده، يعني أتكلف فيه وما ينفق معي. لا بعتمد أنه على التواصي وعلى الطلبات. ورغم تغير الأسعار يعني هالفترة بالشغلات بتقدري تزبطيها؟ ايه بقدر زبطها. ايه ما هو انه هيك، يعني لما انت تعتمدي على الطلبات وعلى التواصي حيكون الزبون اللي انت عم تتعاملي معه عنده فكرة بالأسعار، يعني حيطلب منك قبل ما يطلب الكمية حيطلب الأسعار. فهمت عليكي. طيب برجع لعندك ريما. ريما مثلا احكي لي انت كيف كانت حياتك، اي لحظة حسيتي اصعب لحظة بحياتك، واليوم لما بتطلعي بتقولي انا ريما اليوم غير ريما بهديك اللحظة، كنت ضعيفة وقتها بس انا اليوم لا، عندي شغلي، عندي احلامي، عم بعمل شيء. هلا اصعب لحظه بحياتي انا وقت رجعت على البيت، هو بيت هو بالريف، يعني بيت زبدين، بزبدين، بلده زبدين، هو كان يعني البيت مهدم. الحمد لله يعني بشكر في جمعية البشرة ساعدتني بترميم المطبخ، وبلشت من هون من اشتغل. المطبخ بلشت اشتغل بقى، بلشت انا هون بال يعني حد من الهدر كان في هون في فواكه مثلا هي معرضة للتلف، بلشت فيها انه انا اصنع خل، هي لانه كانت ما في الى تسويق يعني.
بلشت بالخل، بعدين بلشت بالمربيات، بعدين بلشت بالحليب ومشتقاته، بالزيتون بأنواعه الحمد لله. وبعد منا اجتني فرصة انه اقدم على مشروع نبتة هو الفاو، قدمتنا مشكورة، قدمت الحمد لله، وكانت في دورات تدريبية، يعني هي انه على التسويق، هل انه انا كنت مقطعة مرحلة انه يعني التصنيع، بقى صار هون انه التسويق، بس عن التسعير، بس انا طالع العائدات، هامش الربح الحمد لله. استفدتي منهم بهدول الدورات انك الحمد لله كنت صرت اعرف سعر المنتج يعني تمام. كنت انا مثلا انه ما يعني ما كان يطلع لي ارباح كتير، بس انه بعد هاي الفتره يعني الدورات اللي اخذتها انا بلشت انه اعرف طالع يعني انه اعرف شلون سعر المنتج. برافو عليكي الحمد لله. طيب هبه، انتوا عم حكيتوا انه قبل كنتوا بمعارض، ووقتها تعرفتوا انه على مؤسسه الفاو مشروع نبته، كيف تعرفتوا على بعض انتوا قبل انتوا اثنين؟ نحن تعرفنا على بعض بالمعرض اللي صار عنا بالبلد بحرسة الأمطرة، هي كانت ضيفة عنا وجابت منتوجاتها، ونحن شو كنا شاغلين كمان عرضنا بمعرضنا. تمام. بس بالنسبة كيف تعرفت أنا على الفاو، وهو المنظمة اجت لعنا عند رئيس الجمعية بالبلد، كانوا عم يسجلوا الأسماء إنه اللي بيحب يستفيد من هذا الشيء اللي هي عم تعمله. يعني توعية بالزراعة، مجال الزراعة أو مجال الأشجار المثمرة والأبقار. أنا لفت نظري إنه في للزراعة، يعني هذا الشيء ضمن شغلي وضمن اللي أنا عم بشتغله، حبيت شوف شو الأفكار اللي عم يطرحوها، شو هو الشيء اللي عم يشتغلوا عليه جديد، لأنه يعني أكيد هو علماء وأبحاث عم يعملوا أبحاث، غير لما نحن يكون شغلنا عندهم عملي، نحن عندنا الشغل العملي وهون عندهم العلمي. حبيت التوعية، وحبيت إنه شوف شو أقدر أكثر شيء بحسن استفاد منهم، يعني شو هي التوعية الجديدة وشو هي الطرق الجديدة اللي عم تتبعوها مع الأساليب الزراعية. هلا أنتوا اثنين عندكم أراضي خاصة فيكم صح؟ عندكم أرض لو صغيرة ما؟ أنا عندي أرض صغيرة، وفيني عم باخد أراضي، استأجر أراضي من اللي ما بده يشتغل بالبلد أو بيكون مغترب أو ما ساكن بالبلد. برافو. وفي له أرض هون، أحسن ما تضل الأرض واقفة، أنا فيني استعملها، عم باخد استأجر الأرض منه بمبلغ مالي وأرجع أزرع فيها. وهيك يعني هي أرضي لأنه أنا صغيرة، مشان كبر إنتاجي ومشان شكل إنتاجي، مثل ما قلت لك ما اعتمد على صنف واحد، مشان انا رد شغلي فيه بالانتاج الغذائي. برافو صبايا، انا يعني عظيم الحكي. طيب ريما طب انه بالنسبه خليني اقول على التحديات يلي بتواجهكم بهذا الشيء. هلا نحن اول شيء كان عندنا تغير المناخ، يعني نحن ما نعرف كيف بدنا نتعامل مع المناخ، يعني كنا اربع فصول صرنا فصلين، يعني نزرع ما ينجح الزرع ما نعرف ليش، يعني مع انه نفس ما كنا نتبع الطرق يعني اللي كنا نتبعها قبل الازمه، بس ما نعرف ليش ما ينجح. يعني بقى هون التحقنا بالارشاديه الزراعيه، وبعد منها كان في مدارس حقليه والمدارس التكيف مع المناخ، هي كانت مشكوره الفاو قدمتها، وبلشنا هون يعطونا طرق جديدة، يعني انه كيف نتعامل مع المناخ، كيف مثلا نحنا نرجع مثلا من مخلفات التصنيع النباتي نرجع نعمل كومبوست نباتي، يعني انه نرجع للأرض شان ترجع خصوبتها، او نعمل الفيرمي الكومبوست الفيرمي عندك يعني أسمدة، يعني نعم، شلون نعمل المستخلصات الطبيعية اللي هي المبيدات، يعني بديل المبيدات الكيماوية. الحمد لله جربناها الحمد لله، ونجح يعني نجح الموضوع على الزراعة. منقول كل عام وإننا بخير للفاول 80 سنة لمنظمة الغذاء العالمية، لأن مبسطت أنه على أرض الواقع عن جد في عالم عم يستفيدوا من المنظمة عندنا بسوريا، هي يعني أنتوا دليل أثبت لي هذا الشيء حلو. خالد عم يقلي معي دقيقتين ثلاثة بقيان، فحأعطيكم ياهن لهدول الدقائق. بدي اياكم توجهوا رساله لكل سيده بتحس حالها بسوريا انه هي ما عم تقدر تعمل شيء وتغير من حياتها، سيده او رجل على فكره، مو يعني مو بس سيدات. ورساله لعائلتكم، زوجك موجود؟ قديش فخور فيكي؟ كتير الحمد لله، هو الدعم الأساسي بشغلي، هو شريكي بحياتي وشريكي بشغلي. الله يخليك. يا زوجك موجود؟ لا موجود. إن شاء الله عقبال يعني هيك بعد ما تكبري ولادك تلاقي هيك شريك حياة مناسب. تفضلي. طب قلي لي شو بتقولي لكل حدا عم يسمع؟ هلا بقول أنا لكل سيدة إنه أنت قدرانة تشتغلي على حالك، يعني قدرانة مثلا تستقلي ماديا، يعني إنه لا تعدي مثلا إنه تستني مثلا إنه حدا يعطيكي،
انه اشتغلي على حالك وطالي مصروفك، طالي مصروف اولادك، بس انا انه حسني وضعك، انه ما حدا يقعد يعني يستنى انه مساعده من حدا، يعني انه تشتغل على حالها فعلا. وانتي؟ انا بوجه تحيه كبيره للفاو اللي دعمتنا وحسنا توصلنا لهون، لو ما دعمها هي كانت اكيد ما نحن قدر نساوي شيء. يعني انا كنت مجرد مزارع، يعني مثل اهل البلد ومثل حي الله مزارع، بفضلهم هو يعني صرنا اكتشفنا مثل ما قلت لك اساليب جديده وطريق جديد، مشكورين هو لدعمهم بالبذور بالشتول اللي كانت هي الصيفيه اللي رجعنا نحن استفدنا منها بشغلنا واستفدنا منها بالزراعه، الطرق والاساليب الجديده العلميه وصلونا إلى والتكيف مع المناخ كمان هذا كان كتير جديد، الأساليب والطرق اللي مشكورين الأنسات اللي كانوا معانا. أنا بوجه تحية للأنسة فاطمة الخصي اللي هي كانت معنا لحظة بلحظة. عفوا عن المقاطعة، حضرتك دارسة؟ لا ماني دارسة. خذ العين حولك وحولك. الله يسلمك. متحدثة وشو كلمات يعني. مين ما شافني ومين ما تعرف علي، حتى لما كان في معرض سألت إنه أنا دارسة، قلت لهم لا أنا هي القصة اللي بدي أوجهها، إنه أنا ماني دارسة ماني متعلمة، بس ما وقفت عند هذا الشيء. صاين الجواز بسن مبكر، أنا جوزت على 14 وتركت المدرسة، يعني أنا طلعت من الصف الثامن زوجت وصرت مسؤولة من بيت ومن رجل ومن أولاد. خبرت حياة عندك. خبرت حياة إيه، بس هلأ ما وقفت. هلأ أنا لما كان جوزي مثلا أنه في ضيقة مالية أو شيء، كنت أتمنى لو أهلي ما مزوجيني بسن مبكرة مشان أحصل على شهادة، يعني وقف معه ساندو وأحسن طلع مصروفي وما أعتمد حتى على جوزي. أنا ما بعتمد. لما تعرفت على الزراعة وهو يعني جوزي مزارع وطلعت معه وصرنا نشتغل وننتج، يعني صار إنتاجنا منيح وبعد الفاو صارت في مردود إنتاج منيح، ورد بعد الشغل الصناعي اللي أنا هلا عم بعمله مشان الإنتاج الغذائي، هذا الشيء صار المردود لنا أكبر. عرفتي هيبة وريما، يعني أنتوا اتنين شرفتوني، بتشكركم كتير على كل شيء. ما بتمنى أقاطعك ولكن وصلنا للبريك، بس بتمنى عليكم أنتوا التنتين أنه تعملوا شركة مع بعض إن شاء الله، تحطوا يعني انتوا اثنين قدراتكم مع بعض وان شاء الله يعني بتكملوا عم بشتغلوا على حالكم مع الفاو ومع كل شيء، بشوفكم يعني هيك مغطين الاسواق السوريه ان شاء الله باذن الله. انا بس بدي اوجه تحيه لاهلي لاولادي اذا ان شاء الله عم يكونوا عم يسمعوني، لزوجي الاولاد السته اللي هم السبب اللي الدافع الاول كان لشغلي لاطلع من بيتي واشتغل بالزراعه واشتغل بالانتاج الزراعي، مشان انا عندي هدف تعليمهم ما يوقف ولا انه بسبب شيء بسبب دي اماليه او شيء ثاني. معك بالرساله وريما. انا بوجه يعني بشكر لكل حدا مثلا ساعدني، لكل حدا مثلا وقف معي، لكل حدا دعمني لو يعني انه شجعني، يعني لكل حدا قال لي منتجاتك طيبه. تحيا الحياه بوجودكم سيداتي، يعني شرفتوني واهلا وسهلا فيكم. شكرا على اليوم. فينا نوجه تحيه للسيد الرئيس بشار الاسد اللي هو يعني العلم الكبير ببلدنا، اللي هو لو ما هو اصلا خلانا صمد بوش هالحرب وطلع البلد من الحرب اكيد نحن ما احسن نرجع على بيوتنا. انا كنت مهجره من قبل وبيتي يعني دمر بسبب الحرب، رجعت على بلدي، رجعت على أرضي، صرت هلا عم من شغلي بأرضي عم رمم بيتي وعم كلم عم كمل تعليم أولادي. مشكور لصمودة اللي منه أخذنا الفكرة بالصمود والفكرة بالقوة. وبوجه تحية للسيدة لياسمين الشام، للسيدة أسماء الأسد، بتمنى لها الشفاء العاجل وترجع إن شاء الله لبيتها ولجوزها إن شاء الله تعالى عن قريب. آمين. شكرا كتير لكم، نورتوني. شكرا لحضرتك، يعطيك ألف عافية.